بمناسبة أعياد التشرينين وفي محافظة ريف دمشق، تم وضع حجر الأساس لثلاث مدارس للتعليم الأساسي. تفاصيل أكثر من تبع بها التقرير لزميلتنا سالي شعر. بمناسبة أعياد تشرينين، قام المهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق والدكتور أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة ريف دمشق بوضع حجر الأساس لثلاث مدارس للتعليم الأساسي، المدرسة الأولى في ضاحية قدسية الجديدة، والمدرسة الثانية في بلدية أشرفية صحناية، والثالثة في مدينة جرمانة. وقدرت تكلفة المدارس بما يعادل 600 مليون ليرة سورية. نقوم بإنشاء المدارس لنرسل لهم رسالة أننا وأطفالنا في العلم سنحاربهم وسنقوم بإنشاء المشاريع وسوريا قوية، وبإذن الله منتهية هذا الحرب وهذه الإرهاب التي تعرض لها سوريا قريبا بإذن الله، هي الآن في نهايتها. وريف دمشق الآن كل يوم المصالحة تتقدم، وبإذن الله خلال الأشهر القريبة القادمة لن يبقى هناك أي منطقة من ريف دمشق إلا محررة ورجعت إلى سلطة الدولة، وسنقدم لهم الخدمات اللازمة لهم. تتعرض سوريا اليوم للإرهاب وترى الكثير من الأعمال الإجرامية في مختلف المناطق السورية التي استهدفت من قبل الإرهاب والإرهابيين وداعميهم من مختلف دول العالم، ومع ذلك ترى إصرار الشعب السوري والحكومة السورية على البناء والإعمار الذي ينقل الرسالة إلى العالم على الرغم من كل مؤامراتكم ومن كل الدمار الذي ترسموه لهذا الوطن، لا زال هذا الوطن بشعبه بجيشه بقائده مستمرا في مسيرة البناء ومسيرة الإعمار التي أسست منذ فجر التصحيح منذ 46 عاما ولا تزال مستمرة وستبقى مستمرة. إعادة الإعمار أيضا ستنجز في كافة المناطق التي دمرها الإرهاب في ريف دمشق وفي كل سوريا. استكمالا للجولة، قام المحافظ وأمين الفرع بتدشين شارع الخضر في مدينة جرمانة تنفيذا لتوجيهات من المحافظ بإعادة تأهيله وترميمه بالحجر البازلتي، وقدرت قيمة المشروع ب 30 مليون ليرة سورية.